وكيف ما كنعرفوا الشعب المغربي راه يعاني في صمت، ما كاينش اللي يطرف على الشعب المغربي، ما كاينش اللي يهضر عليه. هذه الحكومه صامتة، هذه الحكومة طغات، الحكومة تتمارس واحد الترهيب والتخويف والتجويع على هذا الشعب. هذا الحكومة هذه هي حكومة نتيجة عن فساد انتخابي. الحكومة اللي شرات عباد الله، شرات الدماء ب 200 درهم ب 100 درهم، كيفاش هذه الحكومة غادي تخدم المصلحة العامة؟ كيفاش هذه الحكومة غادي تخدم مصلحة الوطن؟ كيفاش هذه الحكومة غادي تخدم مصلحة المواطنين؟ لأنها هي شرات وباعت، وبالتالي هي الهدف ديالها هي يملؤوا الجيوب ديالهم. لا يهمهم المواطن المغربي في شيء، لا يهمهم هما يعمروا الجيوب ديالهم. شفنا الريع، شفنا الجمعيه التابعه للاحزاب السياسيه الملايير، شفنا المهرجانات التي يخسروا فيها ملايير الدراهم، وبالتالي الشعب المغربي قتلوا الجوع. كاين اللي كيحلم غير بصلو مطيشه ما لقاهاش اليوم. شفنا هذا الدخول المدرسي جاي، كيفاش واحد مسكين غادي يخلص الادوات على الابناء ديالو؟ كيفاش حتى المدخول ما كاينش؟ كيفاش حتى التغطيه ما كاينش عند مجموعه ديال المواطنين؟ ما عندهمش لا رعايه صحيه لا والو. كيفاش هذا المواطن غادي يعيش اليوم؟ كاينه ازمات كثيره وعديده ومتعدده، ليست فقط ازمه المحاماه، وانما هي ازمات خطيره. وما تاخرنوش، هي افسد حكومه، حكومه المافيا، حكومه الفساد، اقولها واكررها. عبدو ربه كريم امزال كاحد النشيطين على الصعيد يعني المحلي وعلى الصعيد الوطني، تم متابعتي من طرف حكومه اخنوش من بعض الاعضاء المحال عليهم بشكايتين. علاش؟ لانني عبرت على الراي ديالي، لانني قلت ان الناس خصهم الماء ما يشربوا، وبالتالي تم متابعتي وتم مطالبتي بتعويض ديال 20 مليون سنتيم. هذه حكومة المافيات، هذه حكومة تكميم الأفواه، هذه حكومة فاسدة. أخنوش هو فاسد، أخنوش راه ما يعرفش لك هو ما يقع في الأحياء، في الأحياء الشعبية، وما يعانيه الشباب المغربي من بيع المخدرات والبوفا وبزاف ديال الحويجات. أخنوش هو عنده شركة ديال المحروقات، أخنوش هو يريد الاغتناء لنفسه. لا تهمه مصلحة المواطنين، لا تهمه مصلحة الشعب المغربي، لا تهمه مصلحة السائقين المهنيين، ما كتهموش الناس اللي مساكن عندهم مقاولات صغيره ومتوسطه اللي غادي اللي مساكن يعني ما قادرينش يعني على ذاك الثمن. كاين المواطن اللي كيسترزق بواحد الطوموبيل ولا واحد الطاكسي، كيفاش هذا المواطن المسكين غادي يخليه واحد القدر مالي للنفس ديالو؟ وبالتالي حكومه اخنوش ما يهمها هي ملء الجيوب. شفنا الوزير بن سعيد، بن سعيد هو كوزير شاب عمره ما خدم، وبالتالي غدا ولا بعد غدا راه غادي يعود يلعب بملايير، بيض 50 مليار ملايير غادي يعود يلعب بها بن سعيد. يعني هذه الحكومات وهذه الاحزاب السياسيه هي احزاب فاسده، هي احزاب ديال الاغتناء من المال العام. شفنا الناس الخزينه العامه للدوله راه كتسال الاحزاب السياسيه الفلوس، كيفاش هادو سرقوا الدوله؟ كيفاش غادي تقوم بهم حنا كمواطنين مغاربه؟ الخطير في الامر كيف ما قلنا ان هذه الحكومه هذه الهدف ديالهم هما الاغتناء من المال العام، ما كتهمهمش مصلحة المواطن. المواطن الفقير يموت بالجوع. دابا الحلم ديال المواطن هو غير بيضة ومطيشة ما بقاش لقاها المواطن المغربي اليوم. المواطن المغربي اليوم كيعاني، شفنا مجموعة ديال الأزمات، شفنا الناس اللي ماتوا في دمنات، البنية التحتية ما كاينة، شفنا مجموعة ديال القضايا. بطبيعة الحال الإنسان كتلقاه متزوج دروك عنده 5 الوليدات والدخول المدرسي جاي، كيفاش غادي يوكلهم؟ كيفاش غادي يلبسهم؟ كيفاش هذا المواطن هذا يعني راه واحد الأزمة اللي هي خطيرة. هذه الحكومة بطبيعة الحال حكومة كتنهز السياسة ديال تفقير الشعب المغربي، وعندك تهضر يعني حتى انك تهضر ولا تعبر على الرأي ديالك ما كاينش. بطبيعة الحال رئيس الحكومة خصو يكون بعدا على قد المسؤولية، وخصو يكون واحد التواصل ما بينه وبين الشعب المغربي، خصو يتفاعل مع القضايا الوطنية، خصو ينقص من الأسعار شوية، راه الناس متضررين. وكيف ما قلت لك راه هذا الارتفاع المهول ديال الأسعار راه كيسبب في حالة الطلاق، إيه غادي يسبب لنا يعني بنات الشعب المغربي يخرجوا يفسدوا. وبالتالي راه شفنا حتى رئيس وزير العدل اللي خرج بواحد القانون قال لك غادي يدير العلاقات الرضائيه. الهدف ديالو من هذا الشيء ماشي الهدف ديالو يعني العلاقه، حنا العلاقات الرضائيه مازال ما وصلنا لذاك المستوى. باش نوصلوا لذاك المستوى خصنا واحد البنيه تحتيه، خصنا فرص الشغل للشباب، خصو كل شيء خدم لنا بنات الشعب المغربي، يقعد يشد واحد جوج المليون في الصر ودير لنا العلاقات الرضائيه. ولكن هذا الشيء غادي يخلي واحد المجموعه من هذه الطبقه الكادحه والفقيره غادي تخرج لمجال الدعاره. لانه اش قال لك وزير العدل؟ قال لك هؤلاء يشكلون قوه اقتصاديه، يعني هو كيشوف من منظور اقتصادي. هذه العلاقات الرضائيه كيشوفها ان الشاب المغربي المخدم يمشي لواحد المنطقه نائيه، يجيب واحد 20 بنت ولا 30 بنت، يجي لواحد المدينه يكري واحد جوج بارطمات ولا ثلاثه، ويعود يدير بيوت الدعاره.
تحت واش كل غادي يحمي، غادي يحميه القانون ديال العلاقات الرضائيه. مراه الى مسكينه ما عند الرجل ديالها ما يصرف ولا كذا تخرج للفساد، يعني هذا تشجيع للفاحشه. بغيتي دير هذا القانون هذا تكون عندك واحد البنية تحتية نقية، تكون عندك الناس خدامين، يكون عندك واحد المناصب ديال شغل للشباب. واش انت مازال الشباب كيعانيو في صمت، كاين عندك الفقر، كاين عندك التجوع، وباغي دير العلاقات الرضائية؟ حتى نكونوا بحال الاوروبيين بحال فرنسا في البنية التحتية في الديمقراطية في كذا، ومرحبا بالعلاقات الرضائية. وحنا كشباب مغربي متشبتين اولا بالثوابت ديالنا الوطنية، وثاني حاجه المطلب ديالنا في هذا الامتحان ديال الاهليه لمساواه المهنه المحمود هو مطلب عادل ومشروع. لا نطالب بالريع، نطالب غير بمجرد امتحان نزيه وشفاف، اللي نجح الله يسهل عليه، اللي ما نجح يمشي في حالته.